لوحاتي غير صالحة للاستخدام الآدمي، غير صالحة للوضع في غرف الصالون وفوق الطاولة للزينة، غير صالحة للاقتناء، فهي لا تذكركم إلا بخيباتي والتهامكم. أنا سعاد عبد الرسول، فنانة تشكيلية مصرية. اتولدت وتربيت في حي من أحياء مصر القديمة، حي شبرا العتيق. علاقتي بالفن بدأت من وأنا صغيرة، بدأت بشكل ما هوش مباشر، ملوش علاقة باللي بيرسموه الأطفال، لكن دهشتي وغرابة مادة الأحياء ورغبتي في شوف الأشياء من جوه هي دي كانت المدخل. بعد كده مع الوقت كبرت معايا رغبتي في ان انا ارسم، دخلت كلية فنون جميلة قسم تصوير، كملت دراسة في تاريخ الفن، فبدأت ادخل جوا نفسي ولان تجربتي ذاتية جدا فكان مناسب ليها قوي كل المخزون اللي انا دخل جوايا وبقى جزء مني من وانا صغيرة، فبيبان في شغلي قوي فكرة التشريح، فكرة ان انا اخرج القلب بره جسم الانسان وكأني عايزة اشاركه مع العالم او ارسمه وطلع منه نباتات، ولاني عندي علاقة قوية جدا بالنباتات، لاني انا طول الوقت بشوف نفسي وبشوف اي ست شبه الشجرة، وده باين قوي في شغلي. ومن هنا بقى بدأت رحلتي مع الشغل ومع لوحاتي ومع علاقتي بالطبيعة وعلاقتي بنفسي وبالآخرين. أحب الأشجار مقطوعة الأذرع، تشبهني كثيرا، ثمة شيء تعرى، تألم، تكيف، ولكنه فقد شيء من كبريائه وظل في العراء لا أحدا يعديه. رأيي إن المرأة مسؤولة عن النسبة الأكبر للجمال في العالم، يعني لو بصينا للوردة المتطرزة على حرف مفرش الصفرة ده من صناعة أمي، طب لو الكنفا الضفيرة الأمي بتعملها لي، كل الجمال اللي حوالينا من صناعة المرأة. الشق التاني له علاقة بالأمومة، يعني الأمومة دي بتخلق يعني شيء غامض كده في عمق الضمير الإنساني، أعتقد أنه موجود عند المرأة وغير موجود عند الراجل، لأنه مرتبط بالفطرة، بالعطاء الغير مشروط، بالتفاني المطلق. يعني إحنا أجسامنا بوابة للعبور لأبنائنا. وجهي خريطة وجسدي أيضا خريطة، فمي المنحرف ناحية البحر لا يرتوي أبدا، وأنفي تكسر استطال وانشق نصفين ليلاحق رائحة ما في الذاكرة، عيناي تعلقت بالسماء بعد أن تكاثرت لتلملم الكم الأكبر من التفاصيل، الأرض شتتت ملامحي في الوقت نفسه، لا شيء احتوى وجهي إلا هي. مارست الرسم على الخرائط وكتب تشريح الحيوانات والحشرات والنبات والإنسان لأكثر من 13 عاماً، كنت أتبع مسارات كل تلك الأشكال لتذهب بي إلى تشكيل مغاير وغير واقعي، كانت بمثابة مفاتيح لإعادة تشكيل الوجه والجسد إلى أن أصبحت شخوصي لا تشبه أحد. ولا أخفيكم أني حاولت كثيرا أن أنقل تلك الخبرة وذلك التكسير إلى اللوحة، وعانيت كثيرا لأن اللوحة بلا خريطة لا تعطيك سرها، فدخلت مع نفسي في شجار إلى أن تجلت في لوحاتي تلك الوجوه الغريبة التي تشبهني الآن وتشبه من أعرفهم. حابة أتكلم عن المرأة الفنانة، يعني إحنا لو بصينا لتاريخ الفن وبحكم بحثي في تاريخ الفن هنلاقي إن تاريخ الفن في رأيي لم ينصف امرأة فنانة حتى اللي اتشهروا، لكن لو بصينا مثلا لرودان وكاميل كلودال، جاكسون بولك ولينور، حتى دييجو وفريدا،
يعني اعتقد ان فريدا اللي شعرها الدراما اللي حوالين قصتها، لكن اذا ارتست يعني دييجو هو الاهم. عندي رأي في الموضوع ده ليه علاقة بحاجتين. الحاجة الأولانية أنه بعتقد أن ذكورة الرجل مرتبطة بالعمل، يعني الراجل بيأكد ذكورته بالأعمال، فتلاقي الشغل طالع أعمال ضخمة صرحية وكأنه بيقول أنا هو شوفوني أنا عظيم وضخم. ده على عكس المرأة، المرأة اللي أنوثتها مش مرتبطة أبدا بالإنجاز، فده بيخليها بتبحث في الجمال بس يعني، فبتلاقي أعمالها وإن كانت صغيرة لأنها محملة بكم هائل من المشاعر. وبعتقد كمان لو في راجل عنده أنسنة وجمال ما، فهو الراجل نفسه من صناعة المرأة بدون تحيز أو مبالغة. فده بشكل واضح بيفسر في رأيي يعني ليه المال والسلطة في العالم مسيطر عليهم الرجالة بشكل كبير، مش محتاجين ضمير، وأعتقد أنهم محتاجين مشاعر أقل. في المرة الثالثة أو الرابعة لا أعلم تحديداً، في المرة الكم، كل ما يهم أنني جسد تم تخديره بمهارة إلا العينين، جسد يتم تجزئته على مهل، تطرح القلب على طاولة معدنية باردة، لا تخف، لن يقطر قطرة واحدة من الدم، فقد اعتصرته 1000 مرة، فقط سينبض نبضاً ضعيفاً هيناً، ثم يصمت للأبد، أقبل على الرئة، أعرف أنها لم تعد شهية للالتهام، غصب أظافرك للداخل، أفرغ كل الهواء كله، ستسمع صوت كفرقعات الأكياس الصغيرة المحبب للصغار، بعد ذلك انفخها كبالون، ثم دعها تطير وتصدر صوت دمارة مزعجة، وبالنهاية تلتصق بالأرض لتلوكها الكلاب يبتسمون كلما رأوني، وفي النهاية كل شيء لا يهم، كل شيء لا يهم. هو الفن تجربة تراكمية، أكيد استفدنا كلنا من تاريخ الفن، بس أنا أعتقد في حالتي أنا تجربتي تجربة خاصة جدا وتجربة ذاتية بعبر فيها عن نفسي، امرأة في مجتمع محافظ، عندي مشاكلي، عندي قيود بعاني منها، عندي أزمات لها علاقة بنظرة المجتمع ده للمرأة. فبالتالي أنا بشوف إن أنا لما بحاول أرسم أو لما بفكر في الرسم بفكر طول الوقت في نفسي، في اللي بمر بيه، في اللي قريبين مني بيمروا بيه، لكن أنا مش دايرة الشوف عندي مش ما هياش ليها علاقة بالآخرين أكتر من إنها ليها علاقة بي وبأزماتي الشخصية. لم أقصد أبداً أن أرسم بوعي ينسب أعمالي إلى مدرسة بعينها، ولكن يبدو أن واقعي ووجداني سريالي. نعم، نحن نعيش واقعاً سرياليًا، بداية من خلقتنا كم هي سريالية، تكوين عجيب يمزج كل عناصر الكون بداخلنا. أنا لا أتخيل أبداً أننا عرق خالص ونقي، أنا ألمس قطعة زجاجية بداخلي، أصدق كما يصدق المعدن، وجهي يتحول من وقت لآخر لوجه حمار، ويكسو شعر جسدي كقط مذعور في ليل المدينة. واحنا صغيرين واول ما بنتخرج بيبقى همنا في الشغل ان احنا نستعرض مهاراتنا، اتعلمنا ايه، قوة التكوين، باليتة اللون، كل ده بيبقى شغلنا، واعتقد انه بيشغلنا لفترات طويلة يعني. بس انا بعد شوية وبعد ما بدأت ارسم وتبقى دي حكايتي، بدأت ابقى ذاتية قوي في تجربتي، ابقى بدور جوا نفسي، بحل حاجات كتيرة جوايا بالشغل. فاول تجربة شفت فيها هذا الاتساق مع نفسي كان في معرض حديقة افتراضية 2019. المعرض ده كنت بتكلم فيه عن القيود الاجتماعية المباركة، يعني الحاجات اللي هي شبه الجواز، شبه الأمومة، حتى الذاكرة
ذاكرة حتى لو جميلة، يعني هي قيد احنا بنفضل عايشين بيها يمكن لحد ما بنموت. فكرة ان انا افتكر بيتنا القديم، افتكر الناس اللي رحلوا عني، الذاكرة حتى لو كانت جميلة فهي قيد. في المعرض ده الناس كلها بتقول انه دي حاجات جميلة بس هي مقيدة جدا، وبتكتشف انه رغم انها تبان كلها حاجات تمام بس بتكتشف انه لا، انت مش تمام، انت مقيد، انت مش حر. ساعتها انا كنت مشغولة قوي بعلاقة الناس ببعضها في اللوحات وعلاقة الشخص بنفسه، وهل هو مختار قيده أو هل القيد مفروض عليه. فكنت برسم القيد ده ولأنه ناعم واجتماعي وقد إيه هو رقيق ولا يحس، لكن هو في حقيقة الأمر شبه النباتات المتسلقة اللي بتعلق بالأشجار الكبيرة. هي ممكن تبقى شكلها ناعم ورقيق بس ممكن تقتل شجرة. فساعتها ده كان موضوعي. أنا اكتشفت في المعرض ده إن أنا شخص مقيد. بعد كده حبيت أكتشف قوتي كشخص، قوتي كست، قوتي كإنسان في المعرض اللي بعديه. فكان الشغل كله في حالة من الصراع، يعني تلاقي ست بتقاتل مع طور في قلب المية وكأنها بتحاول أن يعني أن تنجو، أو ست ماسكة أخطبوط يعني بأزرعه الكتير بيحاول يسيطر عليها، فهي بتحاول برضو شكل من أشكال النجاة إنها هي اللي تسيطر على الكائن ذو الأزرع الكثيرة. يعني المعرض اللي احنا دلوقتي هنشوفه مع بعض اللي هو أطلس، أنا أعتقد إن أنا فيه قادرة أوصل أنا مخاوفي شكلها إزاي، أو المخاوف اللي أنا اتربيت عليها دي هتعامل معاها إزاي. فكنت في المعرض ده فعلا بحاول أتعامل مع خوفي، أصغره، ما يبقاش هو المسيطر، أقيس قوتي جنب خوفي. في لوحات أنا حابة أتكلم عنها زي لوحة شجرة التين. اللوحة دي بتتكلم عن الناس اللي صاحبوا خوفهم. في ناس كتير بتخاف من حاجات ممكن أقدر أقول إنها وهمية. الخوف أصلا هي فكرة وهمية، شبه في ناس بتخاف تسافر، ناس بتخاف تنفصل، ناس بتخاف من الوحدة، كلها مخاوف. على قد ما هي وهمية على قد ما الناس بتتمسك بيها وبتصالحها، وكل واحد حاضن خوفه بطريقته. اللوحة اللي أنا بحس فيها بقوتي لوحة جولدن فيش. هي أنا بحس إن دي أقوى ست في المعرض. هي ماسكة السمكة وأكنها ماسكة سلاح أو ماسكة بندقية، بتدافع وبتقاوم. فأنا بحب اللوحة دي وبحس إن أنا بقول لنفسي إن القوة ضرورة. في لوحة اللي هي النجاة جماعية، دي برضو فيها خوف بس فيها كمان فيها رغبة في النجاة طول الوقت، رغبة في النجاة من علاقات مدمرة، رغبة في النجاة من معايير اجتماعية صارمة ظالمة. فهي بطلة اللوحات اللي هي أنا وكل اللي شبهي عندهم طول الوقت رغبة في النجاة. هو حبي اللي أنا بعمله ليه علاقة بحاجة برضو شخصية جداً، إنه أكتر لحظة أنا ببقى قريبة فيها لنفسي هو أنا برسم. بحس إن أنا عندي كده طريقة للكشف بيها عن كل حاجة تخصني. بحس إني بكتشف مناطق جديدة في روحي، في شخصيتي، مخاوف جديدة بحاول أتعامل معاها، أفكار جديدة ممكن تخليني بعد وقت شخص تاني أو مختلف. فأكتر وقت أنا بحب فيه أو بتبسط فيه من الشغل هو أنا بشتغل، مش قبل ولا بعد. الحاجة اللي أحب إن أنا
أفضل محافظة عليها هو رغبتي في البحث، الدهشة، إن أنا أفضل أحافظ على الدهشة، إن أنا أفضل لسه عندي شغف الكشف عن مناطق جديدة جوه روحي وفي العالم. يعني الموضوع بالنسبة لي هي رحلة تفضل، يعني متعتي كلها وأنا بدور وسط الرحلة دي على نفسي.